باشا، علمي كلام بينا سكيتي، علمي كلام هو ما ابتكره الزنادقة. ما بينا سكيتي بريتيا لويك زنديقة كان دان هناوة، أما ابن خويزي من داد أم تعريفيك باشا كيك يكلا فقيها قورا كان مذهب إمام مالك. ما ابتكره الزنادقة وأخذوا جذوره من الفلاسفة. بشي دومي بشي سيمي لإثبات عقائدهم. بشي تشوارمشي وتركوا الكتاب والسنة وما أجمع عليه الأمة. وترك كتاب والسنة إجماعي صحابه تابعي وتابعي تابعي كان يعني أو علمي كلام بشي يا كمي في ناساكي كو مالك لزنديقة كان دايان هنا ومزانست جات خوا زانست يا زنديق داي بين السودي هي باشا لكي و بنا ما كان يورقرتوا لفيلسوفا كان يونانو شنكا صحابة زانيو يتي علمي كلام تي ني زانيو علمي كلام لقرني سيما داهات بداية قرن سيما دروز صحابان نزاني وعلم كلام جي باشا وابن ما كشي لقرآن السنة دور نجيرا خيانا لن ليقينيات منطق كلام وانا ما نوردت لا أرسطو أو ليقينيات عقلي خيانا وانا و وازيا لقرآن السنة هنا لقال آثار صحابة تابعية كان بو جسبان دني عقيدة بل كوريان كرده أو علميك أخوان ده يعني أما تعرفك حكمك لا إمام شافعي شيئا فرمي حكمي في أهل الكلام أن يحملوا على البعير ويضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والأشاعر والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وعمد إلى علم الكلام أو حكمي شافعي لا روايات اكتلا بهقي لأجارته فرمي حكم في أهل الكلام أن يفعل بهم ما فعل عمر رضي الله عنه بصبيغ فرمي حكم من بها لكلام ويكا سواري جوادريج يانكيتو بشولو بنعلي أني بيان جاربنا هو زكانو تيلو تايفا كان أو بلي أما بعداش يركسيكا كتظهر قرر القرآن والسنة ربكاتهم علما كزنديقة كان دان هنا وفرمي حكم من تيانا بريتيا لويكا ومالي كوري خطاب كردي لقال كيا لقال صغيبة صبيغة بس ما نكر بس يتشيا هاي مناقشة نابي بكلي نابي درسي أن لا بخي عندي نابي رفاقتك نابي جو عندي بكلي أبي أقر ده صلاته هي هالي واسو بكت هلا وي دي بيت يتشي مناقشة يتشي نازام يتشي جاد دي بيت يعني يوكر دبا منافسي خو قمرا أبيت منافسي سني گمرائی برابر با سنت دان ری ابشتی وا نا و یو حکومه تا امام احمد فرمی لا يفلح صاحب الكلام ابدا او كسيك د سداد علم كلام هرگيز سر فراز نبه لره ج فرمی او قسي من اهل كلام نیم وا فرمی امام بغوي فرمی اتفق العلماء اتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في صفات الله عز وجل وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام لشرح السنة يا وافرم إجماعي طوايز أناني سلفي صالح من بو نقل كاك هميان قدغي أوان كدول ناو صفاتكاني الله مجادل ومناقشي قمرا كانك وهرها مشيان كودنقن لسرويك أبي قد غي علمي كلام بكري وكسفيري نب أو بغوية وشافعي مذهبه تباري علمي كلامه إجماع قوري ما نبو نقلك ابن عبد البر بهمان شيوة إجماع نقلك أفرمي أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ أفرمي طواوي زنايان من سلف كوضنقن أو أنيك أهل فقه أهل آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم لها مجيقا كان
كودانق لسلويك أهل كلام أهل بدع أهل قمرة يسلي شواين أما لجامع بيان العلم وعلى كاويك يا بولاي مالك مناقشة بك لقرآن يلا لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد لعن الله عمرا لأنه ابتدع هذه البدعة من الكلام ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع ولكنه باطل يدل على باطل هربي لزم الكلام نقلي كالوي فرمي كابراها ولا إمام مالك مناقشة بك لمسألة قرآن فرمي بخوا بي أجيت ولا شوين كبتوكاني عمري كري عبيد بلعنة الله أو علم كلام دانا لعنة الله برجي بسالة متانا باشان فرمي أم علمي كلامه أجر علم بوايا أجر شديكي باش بوايا الصحابي هنا لوان والنابو تابعي هنا لوان والنابو وكوشون علمي أحكام وشرائع وآداب وأوانيان بأي مقاينوه لبري لدينا كمان بو شاك بو نشون بلاي ولا بري لدينا كمان نبو طبعا ضلي إيه ساقر قيامت هات وقشتي بصحابة قام برو بيان بلاي عرص شيء وجوهر شيء وحادث شيء ونازانم إلا فعالة شيء وما نوان نازل نوشتانة شيء شو كما إلم نية أو الدين نية ويقر بلاي صحابة ما ينزاني أو تاوان باري أنا كيبا ويكشتيك ينزاني ونا علمون دينه بوي فرمي إمام مالك فرمي دي أو بطالة ورين موني خلقي شكاب وبطال إمام شافعية فرمي لو يعلم الناس ما في علم الكلام من الأهواء لفر منه كما يفرون من الأسد أقر خلقي بزانا تقوم رايق لنا علم كلامها أو براسيلي راكن الوكو شون لا شير راكن واي فرمو علم الكلام العلم به جهل والجهل به علم ما نهم إلا مناقبة جرت ولا لاي بيهقي ولا لاي رازي كافرمي علم كلام جاهل بون بي علم وعامل عالم بونش بي جهل ويقر كسيودي من عالم بعلم كلام ولا جاهل بيروز وجاهل ابن أخوي ذي منداد فرمي أهل الأهواء عند الإمام مالك وعامة أصحابنا هم أهل الكلام فرمي للاي مالك وللاي طوابي زنايني مثل إمام مالك أهل كلام أهل أهواء باش أنا فرمي فكل متكلم هو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري حمو كاسيك أقساك على أهل كلام لا إيما قمرايا وأهل بدعيا أشعري بي وغير أشعري جبه جاءوا تقريبا لقرن شوارة ما أجيا ويقشتبوا بأشعري كانوا فتوان لسردا باش أنا فرمي لا تقبل شهادتهم أبدا شهادتيا ليور ناجيلة يهجر ويؤدب على بدعته فإن تمادى عليها استتيب أفرمي هجر أكله يعني يا قلبيت وأشعري به وغير أشعري به ما دام أهل كلام به بون من ما تريدي به معتزلي به جهمي به قدري به هر كامي كان بك لكلام أقصيك الدواء أدبي دا أدري هجر أكري لسر بدعكي خو أقر بردوان بولا سري يعني كم جار أدبي دا أدري وهجر أكري أقر بردوان بولا سري أفرمي استتاب أكري وإلا ضربت أقينا لقردني أدري وإمام لا لك إلا نوحي كري جامع وبما نجرته كهاولي أبو حنيفة بو فرمي برسيارم لأبو حنيفة قلت ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام قال مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف فرمي وتي أمانة حموي فرمي وتم أبو حنيفة يلي لباري قسكر دن لسر أعراض ولسر أجسام وأنبابتان ويوتي أو أنا هرهمي مقالات فلاسفة أمانة للإسلام سي فلاسفة كان تودس بقرة بربازي صحابة تابعية كانوا وإياك وكل محدثة فإنها بدعة ضلالة دول كورو لهم محدثة يكتنك وبدعة ضلالة بويسي لك إمام أحمد جليرا فرمي أأما كمن لسليم أقوال وأثار صحابة تابعي وتابعي تابعي كان كهمي تفسير ليك دانوي قرآن وحديث أبو أمن بويا من ولا أرى الكلام في شيء من هذا من أهل كلام نيم إلا ما كان في كتاب الله أقر كتابي الله يبون بين سرسل وسرشاو أقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بون بين سرسل وسرشاو سي صحابي تابعي كان بون بين سرسل وسرشاو بلام لغيري أوا يتر قساكر دن محمود نيه يتر باهج نيه قساكر دني عقل بويا ليرو بومان دركوي
راي طواوي زاناني أهلي سنة وجماعة بريت يلويك أهلي كلام حرام بهيت شيء وين أبد نزيك بكبي حتى أجر بيت وبوش إيش بيقولي ولا من جواب يعني ما بي نعم بري خوف يرك ابن تيمية غلط اللي وياك الله بجواب ده أنا وين قينا بري خوف يرك نيب يكاه لما انطقنا كلام نهيت شتي غلط أخوت فيرك طبعا جهمية كان بوش إيش من خويا فيرك جهم بوش شو خوي فيرك مناقشة لقال سومن يقال نكر ودي جواب يواني بي امو يا خوي بو جهمي ربازي كتري دعان اي معتزلة كان بوش شو خوان فيها قلت مناوتي مناقشة جهم يقاني بي اقين خوان بون بو معتزلي دو اي كل اب يقان اتنت يعني بخوان فيها لكن بوي مناقشة ايش علي هنا معتزلة كاني بي ابكين بون بو كل اب دو اش علي يقان اتن والله ما يكين مناقشة او قروباني همو بي اقين اهو بون باش علي بدايك ترو بون با معتوريدي بدايك وي همي بوچي چو فيري بي بحسابي خوي بو سرخصني اسلام والله مدانو يكم راكان دو هاي مش يكم راب اه بو انك بلاي ولا اتم فيري بم بو وي جواب يو قمرا سر لي شواني بي بما بو يا امام احمد فرمي القران فيه الحجه على كل مبتدع فلا تحتاج الى غيره للرد على اهل الباطل فرمي أحمد رضا رحمة الله عليه قرآن بلغي دم كتكريت كريت يا أبو الله مدانوي همو قمره في سبوني يا بروي لغير قرآن بلغي دركي بو الله مدانوي قمره وسلي يا شواء وكان كا بيش خوش بكيتنا وبطالو بيش خوب كيتنا وقمره ايو باشا ويقرتو جواب بيو قرآن تياتي إمامي علي فرمي لا يخلو من كثرة الرد قرآن هيتش كانت بطالنية لولام دانوي قمرا كان بشيوي جونيش كم؟ نا كثرة زور بسيرك إمامي أحمد بولام دانوي جهمي وقمرا وسلشي وكان حلم رسالة كان شجاعتي أنا وكبدي ببالك كيف يسمى علمي كلام برم بوجوابي عن بابا كيف يسمى غيري لسنة أهم لقرآن أهم لا آثار الصحابة والتابعين والتابعين تابعين كان هم بيسم بينيا وإذا سقرتن بآثاره رزقار بونتا ورزقار كردني خلقيش دور كوتنو لا آثار قمرا بونتا وقمرا كردني خلقيش فشان فرمي وإني أسأل الله عز وجل أن يطيل بقاء أمير المؤمنين وأن يثبته وأن يمده منه بمعونة إنه على كل شيء قدير دعاك أبو خليفة ولمن دعواكم لا الله جل جلاله كخليفه تمن دريش قال سر خير جي كيريب قال سر او دين ولا سر او منهجي حق واهل سنه وجماعه عدل سرين ويرمتي دريبه وبشتواني بلا سري الله جل جلاله صلاتي بسرها مشتكاها